الحمد لله. طيب واحنا بنتكلم دلوقتي، كنا بنتكلم على الاكاديميات والتنسيق ما بين قطاع الناشئين والاكاديميات، وحضرتك اشدت بالدور كمان اللي بيعمله كابتن خالد بيبو. معانا دلوقتي خالد بيبو على تليفون. ازيك كابتن خالد؟ ازيك يا كابتن اسامه، وحشني. كابتن فتحي مبروك بيشيد بالدور والتنسيق ما بين الاكاديميات. السنه دي اكاديميه النادي الاهلي بتوفر الملاعب لقطاع الناشئين عشان يتم عمل الاختبارات عليها، وما شاء الله في كمان يعني نظام رائع في الاكاديميات من خلال يعني دخول اولياء الامور والاختبارات. يا كابتن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد ان انا موجود معاك طبعا على اساس قناه النادي. وتحياتي كابتن فتحي، مبروك ليك طبعا في البدايه. انا غش طبعا. وانا مديله ملعب يا كابتن. ما انا مديله ملعب. مديله ملعب ثلاثه، ملعب نجيل طبيعي. عايز ايه تاني؟ طبعا هو هيقول عايز ايه تاني؟ طبعا البدايه يعني سعيد جدا ان انا موجود معاكم، وسعيد بالشخصيه المحترمه جدا اللي قاعده معاك على الهواء. ربنا يخليك يا كابتن خالد. يعني من افضل الشخصيات الواحد اتعامل معاها، سواء حقيقه طبعا مع كابتن جوهري وكابتن فتحي، كان هو يعني مدرب العام اللي موجود مع كابتن جوهري، وكان بيستقبلنا احسن استقبال طبعا في المنتخب. فانا من ساعتها طبعا يعني ايه بديل لكابتن فتحي طبعا، بان هو واحد من الناس يعني الشخصيات المحترمه والمدربين الاقوياء اللي تقدر تتعامل معاهم كلاعب. وبقى لما اتعاملت معاه كشغل اداري، حد منظم جدا، حد امين جدا على الشغل، حد ما بيسيبش اي يعني اي حاجه الا لما بيتكلم فيها وبيتعامل فيها. طيب لو شوف كابتن فرحي بيشتغل بايده في الملعب، يعني بينزل الملعب، دي حقيقه، متساله يعملها في الاوضه عنده، لو في حته لو في بلاطه متساله هو اللي بيعملها بايديه. يعني دي حقيقه، تواجد في كل حاجه يعني، مهتم بكل تفصيل، وربنا يكرمه. يعني طبعا في البدايه طبعا عايز اشكره على ان هو حل لنا ازمه كبيره الموسم ده. ادانا ملعب ثلاثه ان احنا شغالين عليه الاكاديميه، قدرنا نفتح الاكاديميه عشان ما نتاخرش طبعا على اولياء الامور في افتتاح الاكاديميه، على ما الملعب بتاعنا يجهز ان شاء الله خلاص في فتره قريبه جدا ان احنا نقدر نستلم الملعب بتاعنا، نقدر ان احنا يعني ايه ننقل عليه الاكاديميه على ملعب الاكاديميه. تمام. كابتن فتحي الصراحه حل لنا ازمه، وساب لنا الملعب الوقت اللي احنا عايزينه، ساب لنا العمال بتاعه، ساب لنا الراجل بتاع الزراعه. بص وفر لكم كل حاجه يا كابتن خالد. والله يا كابتن خالد خيرك سابق، خيرك سابق يا كابتن خالد والله. كل حاجه كابتن فتحي يعني الصراحه بيوفرها لنا عشان خاطر ان احنا يعني نعمل موسم جيد. ده لا عليه بقى على ان الموسم اللي فات كان في تعاون مش طبيعي، يعني انا اول مره تحس بالتعاون الكبير ده بين قطاع الناشئين والاكاديميه. كابتن فتحي لف معانا جميع المحافظات. تمام. وشاف مجموعه اللعيبه بنفسه، وعملنا اخر الموسم كمان يعني زي تيست كده للولاد بتوع الاكاديميه، واختار مجموعه من اللعيبه كويس الله يكون موجودين معاه. فكابتن فتحي ايده معانا في الاكاديميه، وبيبص على كل ولد في الاكاديميه، وعنده تقرير بكل ولد في الاكاديميه عشان يبقى بالنسبه لنا يعني في تعاون كبير جدا. تمام. انا بشكره، وبصراحه التعاون اللي ما بين الاكاديميه وقطاع الناشئين يعني بصراحه الفضل يرجع ليه كله. نعم. فالفضل يرجع بيه كله للكابتن فتحي مبروك عشان التعاون الكبير اللي هو. طب يا كابتن خالد، كابتن خالد في البدايه وانا بسالك يعني همسك الخشب، ما شاء الله حوالي 13 فرع لاكاديميات النادي الاهلي في الخطه ان شاء الله في الايام القليله القادمه، اكاديميه النادي الاهلي في الشرقيه. عايزين بقى انفراد او كلام عن اكاديميه النادي الاهلي في الشرقيه يا كابتن خالد. والله طبعا احنا زي ما قلنا احنا بنفتح يعني احنا ممكن نفتح فروع كتير، بس انا يعني شغال بالراحه واحده واحده كده. بنفتح الفرع اللي هنشوف ان فيه شغل ماشي بشكل كويس، هنقدر نحقق فيه نجاح زي فرع السويس السنه اللي فاتت، حققنا فيه نجاح كويس جدا. النهارده بنتكلم على السويس، ماشي بشكل قوي جدا في الاشتراكات الموسم ده. فنتمنى ان احنا فرع الشرقيه ان هو يخش بشكل كويس. الشرقيه بتتمنى فرع يعني حاطين امل عليه بشكل كويس جدا. في الشرقيه محافظه كبيره فيها مجموعه من المواهب كتير جدا، نقدر ان احنا نشتغل عليهم، ونحن ان احنا ناخد منهم ولاد كتير قوي ينفعوا النادي، وشغالين بشكل كويس عليه ان شاء الله افتتاح قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله يكون اضافه يعني
ان شاء الله يكون اضافه يعني فرع الاكاديميه في محافظه الشرقيه يكون اضافه كبيره لاكاديميات النادي الاهلي. كل الشكر للكابتن خالد بيبو عضو لجنه التخطيط ومدير اكاديميات النادي الاهلي.